شهدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ بني سويف محمد هاني غنيم فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من مشروع ابدأ حلمك، والذي تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة بهدف تدريب شباب الموهوبين من المحافظات والأقاليم. وخلال الحفل تم استعراض محطات قطار ابدأ حلمك منذ قيام وزارة الثقافة إطلاق المشروع الذي يستهدف تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، علاوة على مشاهدة عرض المسرحي بعنوان حكاوينا الذي يعتبر نتاج التدريب على فنون المسرح والتمثيل. النهارده احنا يعني حفل تخرج مجموعه الشباب لمشروعنا ابدأ حلمك في المسرح، حاجه رائعه، حاله حماس غير عاديه، تفاؤل جميل. شفنا طاقات شباب متفجره بشكل رائع جدا جدا، قدموا لنا عرض اكتر من رائع الحقيقه. طبعا احنا كنا بنناقش مع معالي الوزيره النهارده تطوير الحركه الثقافيه في محافظه بني سويف، وخاصه انها من المحافظات الغنيه ثقافيا وتراثيا وفكريا، فكان مهم ان احنا نشوف ازاي ننشط الحركه الثقافيه، وخاصة ان احنا خلال الفترة الأخيرة ابتدينا في تطوير عدد من قصور الثقافة زي قصر ثقافة بيبا، وكنا بنتكلم مع معالي الوزيرة وبنقول ان احنا ان شاء الله خلال الفترة الجاية هيبدأ العمل في قصر ثقافة بني سويف الجديدة اللي هو يعتبر من أكبر قصور الثقافة في الصعيد إن لم يكن أكبرها، وخلال الفترة الجاية ان شاء الله هيبدأ العمل فيه على تطويره عشان يتم الافتتاح ان شاء الله مجرد الانتهاء.